الاخبار يا جماعه، بصوا النقطه اللي انا هتكلم فيها دي اتكلمت فيها قبل كده من زمان قوي، لكن انا عاوز اكررها او عاوز اتكلم فيها تاني لانها نقطه مهمه جدا 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 في النطق، وايا كان مستواك في الانجليش او هدفك اللي انت عاوز توصله في الانجليش. وزي ما بيقولوا التكرار بيعلم، لا التكرار بيعلم الشطار. يلا بينا مع بعض. النقطة اللي أنا جاي أتكلم عليها النهاردة هي نطق ال ذا. أغلب الأحيان بتنطق ذا، وأهم حاجة تطلع بس لسانك نص متر لبره، أوكي؟ ولو أنت بنت برضه ما تتكسفيش طلعي لسانك نص متر لبره عشان دي مهمة جدا في الإنجلش. وأحيانا بتنطق ذي في أحوال قليلة أوي لما بيبقى الاسم اللي جاي بعدها بيبتدي بـ vowel sound، صوت متحرك. الحروف المتحركة أو الأصوات المتحركة هي الـ A والـ O والـ E والـ I والـ U. أوكي، فبنقول the elephant, the apple, the old woman, the ice. اوكي، لكن خد بالك ان النيتيفز بقى مش بس بينطقوها the، لما بتبتدي بفاول بقى مش بينطقوها بس the، دول كمان بينطقوها بيحط واي ما بين ال the وما بين الفاول. فبدل ما يقول the ice يقول the eyes، the eyes. بدل ما يقول مثلا the apple يقول the apple، the apple. بدل ما يقول the old يقول the old، the old woman، the old woman. That's all. But